رجعنا وياكم من جديد. اذا مشاهدينا اكيد مكملين مشوارنا صباحي من برنامجنا لهذا اليوم ووصلنا ليش لا تدري شنو اللي ضحكني بصراحه موضوع عباس لا مو طيب خلينا نرجع مره ثانيه امبراطور الاكل الطبخ والاكل والحلويات واليوم انا راح الوزك طيب عباس سال احمد قل له ليش قاعد تضحك قبل ما تبدا انا وانا انت ضحكت بس احمد ما عرف ايش قال لك الجو يا عباس شكرا لكم شكرا شنو اللي عندك شنو التفاصيل اللي عندك طبخه اكيد مشاهدينا الكرام شكرا لك حمودي وصلنا الى فقره الغداء راح يكون عندي التشريب اللحم راح اشتغل تشريب اللحم مع السلطه الشرقيه راح تكون ويانا نجري تشريب اللحم عندي لحم هنا تقريبا نصف الكيلو سالقه ومجهزه راح نخلي المواد مالته وراح نشوفكم شلون نشتغل ناخذ من المي مالته اللي موجود وراح نشتغل التمن اكيد بمي اللحم اوكي حتى يكون عندنا تشريب ممكن ناخذ المقادير على الشاشه ممكن وين خلاص عندي هنا راح يكون عندي لحم غنم تقريبا كيلو كل احنا او نصف كيلو معجون طماطه 4 ملعقه فاني يوم راح اسويه ابيض ممكن احنا نضيف المعجون حمص مجروش ربع الكيلو راح يكون عندي حمص صحاح 200 غرام راح يكون عندي البطاطا مقطعه 2 حبه والبصل 3 حبه طماطه راح يكون عندي يكون عندي النوم البصره راح يكون عندي الثوم 3 سن كركم ملعقه وجوز الطيب راح يكون عندي الملح موجود ويانا اكيد والفلفل راح نجي هنا ممكن احنا المقادير اللي خليناها ممكن للتشريب الاحمر واحنا اليوم راح نسويه ابيض فراح نوصلكم الفكره مالته شلون راح تكون هسه نجي هنا عندي البطاطا نخلي هنا حمصها عندي البصل والفلفل الاخضر ضفناهن حب نذكر تكون هاي طبخه برعايه مطعم وحدائق اغصان الزيتون راح تكون الاتصالات حتكون الارقام الهواتف اسفل الشاشه ممكن اللي حاب على اي اكله او اي استفسار هنا حمص بهالشكل هذا خلينا البوتيتا وخلينا البصل والفلفل الاخضر ضفناه بهالشكل هذا راح نضيف الطماطه مكعبات من الطماطه ضفنا راح نجي هنا خلينا مكعبات الطماطه خليناهن بدينا نحمص بهالشكل عندي قطع النوم وبصل اللي مخليه هنا ويا اللحم ويا سلق اللحم هالشكل هذا راح ناخذهن ونضيفهن هنا بهذا الجدر اكيد دبن المونه مالتهن هنا راح ناخذ اللحم سلقته بهالشكل هذا راح نجي نحمص هنا اوكي هنا حلو اوكي اشتغل بهالشكل هذا خلينا اللحم بهالشكل هذا اللحم والبوتيتا والبصل والطماطه قطعناها وبدينا نحمص بهالشكل حلو راح نجي للمواد اللي باقي عندنا عندنا الكركم راح يكون كركم ملعقه طعام راح نضيفه فالفكره شنو هي احنا تشريب اللحم طبخناه هنا بدون كل شيء ممكن خلينا بصل شويه وياه ممكن ياخذ الزفره او الورق الغار وراها راح نطلعهن راح ناخذ بس المي صافي واللحم عندنا جاهز راح هنا نتبله وناخذ المي مالته بهالشكل نحمص نجي هنا عندي جوزة الطيب تكون ضروري جوزة الطيب اللي هي جوزة البوا موجوده ناخذ هنا بهارات اللحم المشوي موجوده راح نضيفها بهالشكل هذا شو تقول يا عدي؟ اوكي نحب انك تكون الارقام اسفل الشاشه اللي حاب اي اكله اي طبخه ممكن احنا نشتغلها لها ناخذ الو يا فروس ناخذ الهيل خلينا شويه من الهيل عندي هنا الدارسين عندي راح يكون عندي هنا الفلفل الحار ممكن اضيفه شويه ويا دارسين والفلفل الحار
دارسين كلنا احنا ومتخرجين هنا. صارت الامور اوكي هنا. راح نخلي الثوم ناخذ اتصال او اتصال. الو كنترول ناخذ الشكل هذا قلب. الله يا عدي رمعت عديت. نجي هنا ناخذ حمص مسلوق. ضفنا الحمص المسلوق. عندي هنا راح يكون الحمص المجروش المسلوق بهالشكل هذا. ورا ما سلقناه وانهرس عندنا صار بهالشكل هذا. راح نجي حطينا ثخن للسوب مالتها والطعم اكيد طعم راقي راح يكون بيها. راح نضيفه هنا اوكي. ضفناه بهالشكل هذا. غسل هنا اوكي. راح نجي هسه نضيف المي. ناخذ شمسه تكون اكبر حتى ناخذ من مي اللحم اللي موجود عندنا هنا. حلو ونخلي من المي مالته نفسه. رجعناه هنا. حلو راح نحركه شويه. هنا اوكي. يكون عندنا جاهز. حمصنا شويه البوتيته. يكون عندنا اللحم مستو جاهز والمي مالته اكيد هو ويان. وحمصنا البوتيته والتوابل اللي موجوده وضفنا هالشكل هذا هنا. حلو راح نغطيه بعد ما عندنا شيء وياه وننتظره على ما يجهز عندنا. نجي هنا للرز ناخذ. خلينا الدين شوي يتحمص. هنا اوكي. عندنا مرتضى من ديقار. الو الو يا مرتضى. مرتضى الو مرتضى الو اسمعك. الو يا شيف عباس حبيبي شلونك شو اخبارك؟ الو شو اخبارك شيف؟ والله الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. امرني يا مرتضى. حبيت اسال على برجر الدجاج. شنو؟ البرجر الدجاج؟ اوكي. راح اشتغل لك البرجر الدجاج بهذا الاسبوع الجاي تأمرني حبيبي يا مرتضى. صار. اوكي؟ هذا الاسبوع ان شاء الله السبت الجاي الاسبوع المقبل راح نشتغل البرجر الدجاج. شكرا لك. نجي هنا اكيد هم ناخذ المقادير التشريف. احمد. احمد من البصره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حمود. عاشت ايدك يا ابو قبير على عائلتك الطيبه. ويدك الله يخليك. الله جربنا اكلاتك والله طيبه ولينك كل زين. بس عندي ملاحظه صغيره ابو قبير. عيونك ابو قبير حبيبي. اقول لك انت من تشتغل هذا لكن قول بسم الله الرحمن الرحيم ما جاي سمي. ما اسمع الصوت. قول بسم الله الرحمن الرحيم على الاكل ما جاي سمي يا ابو قبير. أنا دائما أقول بسم الله دائما أقول. ما جاي أكله كلش طيب بس أنت قول بالبركة اللي معي على الأكل. إحنا أوكي. أوكي أوكي وصلت شكرا لك. إلا هاني أول شيء إحنا نقول بسم الله ونبدي من بداية البرنامج. أكيد وإحنا ولا أنا أقول مو إلا يعني اللي يصلي مو إلا يقول الله أكبر. يعني راح يجي هو بينه وبين روحه اكيد راح يصلي مو لولا. شكرا لك يا طيب شكرا. هسه نجي هنا ناخذ مقادير التشريف مره ثانيه. اللي حاب ممكن يشتغلها. تقول حتكون المقادير على الشاشه.
ام حميد للانبار. ام حميد، حميد. نعم. الو. نعم. الو سمعيني؟ الو. نعم وياك. شلونك؟ شو اخبارك؟ نعم. الحمد لله. شلونك استاذ؟ والله الحمد لله. سهل عليك. الحمد لله. صوت التلفزيون ممكن شويه نصيحة حتى اسمع. اريد الحلويات مع البقلاوه. ها البقلاوه؟ نعم. اوكي. اوكي ان شاء الله بهذا الاسبوع الجاي راح اشتغل لك البقلاوه، صار تومريني امر. تومريني. شكرا لك يا طيبه، هسه حمصنا التمن وخلينا من مي اللحم، ضفنا له وخلينا من هذا المي اللحم وسوينا التشريب، اوكي؟ نجي هنا راح ننصي النار شويه على التشريب ونخليه يجهز على راحته. والتمن ام عبد الله الصوت يقطع خلاص. ام عبد الله الو. صباح الخير. صباح الخير يا ام عبد الله. شلونك؟ انت اخبارك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. شنو هاي الاكلات الحلوه؟ الله يخليك، الله يحفظك من ذوقك يا طيبه. ممكن اسالك على التمن الكبس الهواي مو لشويه. الهواي اوكي. ايش؟ اوكي، احنا عندنا تمن ممكن هو يكون تقريبا فد 7 كيلوات او 10 كيلوات، راح ننقعه قبل نص ساعه قبل الشغل ما راح نغسله غسله حلوه وننقعه، راح نخلي مي على صفحه، نخلي مي حار يفور نخليه على صفحه، وراح نجي نجيب هذا التمن اول ما نصعد جدر، نخلي الزيت نحمص الزيت شويه نحرقه يعني نقول نفرقعه، ونجيب التمن نشفه من المي ونخليه ونبقى شويه نحمص به على ما يكون عندنا جاهز. راح نضيف له الملح اللي ممكن انتم حسب الرغبه حيكون الملح قدر يتخلون، راح يكون عندنا المي موجود يعني راح ناخذ من المي ونضيف فوق التمن الموجود. ممكن احنا شو نعرف قياس المي؟ احنا نقدر نخلي المي ونحركه شويه ونخلي الشفشير اللي عندنا موجود ما يكون شفشير كبير لان كميه التمن تكون كبيره، راح نخليه بالنص. من خليناه بالنص من راح يوقع الشفشير ناخذ قياس اللي ما يعرف للقياس المي، من نخلي الشفشير بنص التمن، التمن نساويه هو بالمي، خلي الشفشير بالنص من يوقع على بطء يعني يوقع يكون المي كفايه مالته، فمن نخلي الشفشير بالنص يبقى واقف الشفشير فيحتاج مي بعد نضيف له بعد مي، اول ما يفور بعدين من ينشف ماله نهدر المي النار مالته ونخليه على نار هادئه ويكون عندنا اوكي. شكرا لك. نجي هنا. لا عندنا السماوه. الو مرحبا. لا مرحبا. الو مرحبا شيف عباس. شلونك؟ شو اخبارك؟ على قلب الله يسلمك. شلونك عيني؟ الله يحفظك الله يخليك. انا معجبه بطبخك وبشخصيتك. الله يخليك الله يحفظك من ذوقك يا طيبه. على قلب انا متابعه لقناه الرشيد دائما. شكرا لك. يسلمون عليك كادر كله يسلم عليك يا طيبه. سلم على استاذ عمر وعلى الست رنين. كل اكيد كلهم يسلمون عليك عمر والكادر كله ورانين. شكرا لك يا غاليه. نجي هنا نقول بسم الله نسوي حتى ما تزعل علي. نجي ناخذ من العده هنا الخس راح يكون موجود نشتغله على يكون تخته اكبر حتى نشوفكم شلون يكون الشغل مالته. نجي هنا نسل هنا اوكي ناخذ الخس. شو تقول يا عدي؟ عدي راح يجي ويانا وشوفنا خس مغسول وجاهز. قطع بهالشكل هذا. نسوي شويه هنا اوكي. اخذنا شويه من راح نجي ناخذ 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 شويه وتكون عندنا المقادير السلطه على الشاشه اللي حاب يشتغلها. هسه نجي هنا ناخذ بعد ولا هانه
هنا اوكي. حط الخيار بهالشكل هذا، نجي نقلبها. هنا الامور ماشي عندنا، عد الله هذا راح تكون هنا عندي موجوده. هنا اوكي كملت عندنا الهانه صارت بهالشكل هذا. ناخذ من الفلفل الالوان، ناخذ يكفي عندنا. ونقطع بهالشكل هذا شرائح. هنا اوكي. هسه هنا اوكي، بعد عندنا شغل. راح نجي هنا، راح نجي هنا نشوف التمن مالتنا بدا ينشف عندنا. راح شو نسوي؟ نهدر النار عليه، نخليها نار هادئه، وراح نجي نقلب. نقلب هالشكل هذا. هنا اوكي قلبنا بهالشكل هذا. هسه هنا عاد يقول ليش ما سويت احمر؟ فيمكن احنا ويا التشريب نسوي شوي شرائح البصل. من شرائح البصل خلينا احنا نجي ناخذ شويه من الفلفل. اوكي. خلينا صارت عندي هالخضار الخس واللهانه والفلفل الالوان والبصل موجود ويانا. راح ناخذ عندنا بعد الطماطه والليمون راح يكون موجود ويانا. وبهالشكل هذا. عاد تحب الليمون؟ ايش قد تحبه؟ قطع الليمون بهالشكل. اوكي يكون عندنا بهالشكل هذا. ونقطع هنا اوكي. ناخذ الطماطه شرائح الطماطه بهالشكل، فرها بهالشكل هذا يكون عندنا. اوكي ناخذ الطرف هذا نجي هنا. الطماطه تكون عندنا الامور اوكي ماشي عندنا. وراها راح نجي ناخذ كاسه حتى نتبل بيها. ناخذ بهالشكل هذا ونضيف. بس الامور عندنا ماشي عندنا بهالشكل. بعد ما عندنا شيء بيها ناخذ هنا، نجي هنا للتوابل مالتنا نرجع لها. تعبتك اليوم عديان يعني. راح نجي ناخذ الملح. خلينا الملح بهالشكل هذا هنا اوكي. خلينا الملح. راح نجي نخلي زيت. هلا وحمودي، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ بعد ما تحملت انا شلونك؟ الحمد لله. خلينا عباس من البصره، ناخذ عباس من البصره. تفضل تفضل مطبخك هذا. مطبخي هاي يومين متعود انا على شغله. عباس الو شيخ عباس الله يسلمك حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. لا تعب. والله الحمد لله ماشي الامور. انت شلونك؟ اقول لك شيخ عباس بس تعال رحمه الوالديه. عيوني اقول لك هذا الاكل تطبخه وين تودونك؟ الو يمنا يمنا. هاي سجا اخويا يمنا 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 سجا تاكل سجا.
لا لا يا امي يا امي. الو شكرا لك يا عباس، شكرا لك يا قلبي. هسه خليني عصير الليمون بهالشكل هذا. متخليت ليمونه وياها، ليش عباس ضفتها؟ خلينا عصير الليمون. اي ليش خلينا اكو ليمونه خلينا. اوكي لازم هاي يكون الطعم للاكل. زين راح نخلي هنا دبس الرمان وياها تكون هنا. حلو حلو هذا الاكل اللي نسويه كله سجار، ما تعطينا مجال ابد. خلي الليمون دوزي هنا، ونخلي هنا الفلفل الاحمر الحلو يكون. حلو حلو تحلو يا حلو. حلو كلش لونها وشكلها والتفاصيل مالتها. هسه راح نجي هنا حتى نقلب. احمد شو تقول؟ نعطيك صير اخفه شو قلب طيب؟ لا نعطيك اصب شيء. لا راح تقلب لي اياها اي الشكل هذا عادي اذا انكسرت. اي بهدوء اي بهدوء حتى ما توقع من عندك. اوكي عاشتي لك عباس ورده. انت بعد خذ راحتك، هذا مطبخك. دير قلبك عباس. حلو بس هذا اللي اضفته شنو الاخير؟ هو الفلفل الاحمر والنعناع. هذا نعناع؟ نعناع ضفنا النعناع الجاف، ممكن نعناع الفريش نقطعه ونخليه وياه. خلينا شوي النعناع الجاف وياه، وخلينا فلفل احمر البودره، وخلينا عسل يابا يوقع يابا يوقع. شنو دبس الرمان. اوكي غير محسوب علينا. نجي هنا يابا غير نضيف شويه. شلون شغله هاي؟ التشريب نضيف شويه من الملح. اها هنا اوكي عاشتيدي. ضفنا الملح، يكون عندنا اكيد التمن هم جاهز. ناخذ المقادير التشريب اللي موجوده، ممكن حتى اللي حاب يشتغلها ناخذها على الشاشه. شو تقول يا احمد؟ شوفه ناخذ المقادير. المقادير لحم غنم كيلو، معجون طماطه، وحمص مجروش، وحمص صاج، وبطاطا مقطعه، وبصل، وطماطه، ونومي، وجوزه الطيب. جوزه الطيب. جوزه الطيب شنو؟ جوزه الطيب ثوم وبصره ثلاثة حبة. يكون عندي ورق الغار والثوم، يكون عندي الكركم اكيد ملعقه، وجوزه الطيب وملعقه من الملح. جوزه الطيب نجي هنا. ها جوزه الطيب شنو؟ تكون هي بهارات جوزه الطيب، هي جوزه البوا. جوزه البوا تكون هي جوزه الطيب. اوكي نجي هنا نشوف. اعطيك الضوق. لا حار. شنو السالفه؟ كل واحد يصير ذوق تفور. بس عباس ليش القرصه واحده هاي؟ هي صدق لو عندك يعني غايه. شنو على شنو؟ هذه الخبزه واحده تشريب. ها ما اعرف اكو شغله بيها هاي لعبه. لا لازم هو يكون اكيد. ممكن احنا نسوي كميه كبيره او زين اصغر. نجي هنا مثل ما شفتوه صار عندي بهالشكل هذا. خلينا احنا الحمص المجروش يكون مهروس، وضفناه وياه حتى ناخذ ثخن من عده. خلينا يكون عندي اللبلبي المسلوق. المسلوق اللي هذا اي خليناه وياه. حلو والبوتيتا حمصناها والطماطه، صارت عندنا بهالشكل هذا. تمن هسه شنو وضعه؟ استوى؟ لا هسه التمن نشوفه. هسه راح تجيني هنا حتى شنو؟ اي تاخذ راحتك تبدا كل مكان. اخذ راحتي مو؟ اي بالضبط. أوكي. انا هم راح اخذ راحتي بعد البرنامج طبعا. اوكي سجل احس ولا انفس. اي صبوا السلطه. صاحبنا لا احس ولا انفس. ليش ضحك؟ هسه نجينا خلي سلطه نصبها بهالشكل هذا. حلو اجيب معون ثاني؟ لا اوكي. طيب عباس طيب يعني على الاقل قل لي انه تعالي تفضلي يمنا شوف الاكله زينه مو زينه. يعني سجاير يعني ما يحتاج مطبخك هذا. مطبخي صار؟ ماشي شو كنت متجي؟ اكون عندي السلطه الشرقيه بهالشكل هذا جيزت عندي. احمد انا دا اشوفك من بعيد قاعد تلذذ بالاكل. قول انا اريد اذوق الاكل عادي. لا هو الاكل هذا مطبخك. التمن عندنا استوى. التمن استوى. التمن عندنا. اي ناخذ خاشوقه حتى نصب التمن. اي ناخذ يلا ناخذ هذه. لا ناخذ هاي. ها اوكي لو غيرها يلا. يلا على كيفك ما مستعجل. اذا نعتمد عليه راح نموت من الجوع على احمد. الزلاطه شفت شلون يقلبها بالقوه؟ لاحظت شلون خايف خايف. بس انت يعني سجا من تجي هنا
حرقي لي المطبخ ما احكي لك. ايش صلاه قلب وين؟ بابا حسان حسان بالي يم التمن هذا كله افتى صديق التمن انا. هاي بالله ما اسمن ما اعرف ليش يعني مو مثلك هذا مثل طبيعي. ما شايف فراس هسه يقول لك يا اوكي الصوت والهاي ضعيف. عباس من زمان عن السمك والتمن الاحمر. هاي شلون شغله يا عباس؟ تبي سمك تمن احمر؟ انا باكر مسوي لك. ما اريد باكر خلاص. نوب شنو صارت؟ سمك وتمن احمر. صبينا التمن. زين. اوكي. صرنا وين القبق وين وديته؟ ما وديته انا ما اخذته. لا انت اخذته. شلون شغله؟ شوف هنا وراك. انت عباس ليش هيك؟ مو انا خطاكم كل خميس. لا انت هذا طبعا هذا الاكل كله لك اليوم. الله يخليك. اليوم المنتصر اللي قال وين تودون الاكل اليوم احمد. الاكل يمي. الاكل يمي لا تحير بي اخوي لا تحير بي. حير بشغلات ثانيه ايه. اوكي راح نصب. هذا التشريب. باو حسجة باو حسجة شلون؟ لا اوكي. على فكرة انه انا وعدتهم يوم الخميس تتذكر الماضي؟ قلت لهم ريوق مالتكم علي. اوكي. اول ما دخلت اليوم القناة قالوا لي الشباب شنو السالفة؟ شو ايدك ورا وايد قدام؟ شنو موضوعك؟ فقلت لهم نسيت. انا ما اتذكر يعني نسيت الموضوع. يعني يطلبون كل واحد كاهية. يعني هسه ايش راح توكلهم؟ كل واحد كاهية الاسبوع الجاي. كاهية. كاهية. اوكي. كل واحد كاهية. ما عندي. نحب نذكر تكون هاي طبخة برعاية مطعم وحدائق اغصان الزيتون هي والريوق اللي كانوا ويانا اليوم. حلو. وهنا اوكي ناخذ الشكل هذا. انت عباس ابقى على شغلك اشتغل. ايش تطالع؟ خلي نختم ويا احبتنا وزملائنا وايضا نحول الجو بسجا. هذه لك يا سجا الختام يمك. شكرا لك يا احمد ويا شيف عباس على هذه الاكلات. شكرا. الطيبه. ما ادري شد ايلكم بالخير بالصحه على هذه الاكلات اللي تتعبون بيها، لكن اكيد يعني راح اوعد المشاهدين انه الخميس الجاي احنا راح نسوي طبخة الباشر وانتظرونا بحلقة جديدة أكيد من برنامج يوم جديد والكثير من فقراتنا المتنوعة لهذا اليوم. أتمنى لكم أطيب الأوقات يا رب، يوم بخير ومبارك للجميع. انتظرونا مو باشر، لا اليوم خميس أنا نسيت، انتظرونا يوم السبت بنفس الوقت ونفس الموعد. في أمان الله. باي باي.